طيب سماحة الشيخ، الآن يعني قول ربنا جل جلاله: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. في تفسير هذه الآية يعني ذكروا بأنه يباح للعالم أن يسكت عن الحق أو عن بعضه في أحوال. هذه فقط في عندما تقع الموازنة، إذا كان الإنسان بين شرين ولا يجد خيرا فلينظر إلى أقل الشرين وأضعف الحرامين. وليس هذا مختصا بالعلماء، بل هو قاعدة شرعية عامة. نعم. والعز بن عبد السلام رحمه الله بينها فقال: فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأخف المفسدتين. نعم. ودليل هذا قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في قصة لوط عليه السلام حكاية عنه: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. نعم. فهذا إنما هو من فقه الموازنة وارتكاب أخف الضررين والحرامين عندما يضطر الإنسان إليه في وقت معين، ولكن هذا إنما هو من فقه الضرورات والإكراه، وهذا حالات نادرة لا يمكن أن تكون قاعدة عامة لكل الناس وفي كل الأحوال. طيب ما هو حد الإكراه الذي يبيح للعالم أن يصمت؟ بالنسبة للإكراه هو خوف مؤلم في نفس أو أهل أو مال أو عرض، فإذا خاف الإنسان من القتل أو على بدنه من الضرب أو الحبس خوفا شديدا لا يجد ما يدفعه به، وكان إذا سكت سلم فليس له حينئذ أن يتكلم. لكن المشكلة أن بعض الناس يرى أن الإكراه أيضا يبيح له أن يقع بالآخرين، يمدح بالباطل، يمدح بالباطل. هذا غير صحيح.